ونيجي نعمل مع بعض بسكوت. تعالوا نعمل بسكوته كده بكوبايه سكر واحده. معلش يا السكر غالي، بس برضو احنا بنحتاج حاجات حلوه علشان الاولاد والمدرسه، واوفر ما هنشتري لهم حاجات حلوه من بره. فهنعمل لهم بسكوت على شكل هلال كده وبالكركم، يعني في حاجه مغذيه جدا اللي هي الكركم، يعني دخلهم كركم ده حاجه حلوه. فانا عندي مثلا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم كوبايه من السكر، عليهم نص كوبايه من الزبده، اتنين بيضه، معلقه صغيره بيكنج باودر وفانيليا، ومعلقه كبيره من الكركم او اصغر شويه، بلاش كبيره عشان ما تبقاش ريحتها فاقعه جدا يعني. ماشي خلاص. يبقى انا هنا البسكوت اللي هنعمله بكوبايه سكر واحده، انا هجيب كوبايتين ونص من الدقيق، اهو معايا المقادير على الشاشه يا ريت نصورها، كوبايه سكر، نص كوبايه زبده، فانيليا، اتنين باكو فانيليا، معلقه صغيره او اتنين باكو فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه الملح، ومعلقه صغيره من الكركم، بلاش كبيره عشان ما تبقاش فاقعه قوي معانا، بس حاجه مغذيه حلوه. تمام. تعالي بتطفي امشي، انا هسيب ده يحمر لوحده شويه واروح اعجن الايه البسكوت ده. هحط هنا نص كوبايه الزبده، نص كوبايه الزبده لو بمضرب يدوي يبقى حلو برضو، وكوبايه السكر، واقلبهم مع بعض. يبقى نص كوبايه الزبده وكوبايه السكر واقلبهم مع بعض. تمام. كده انا حطيت هنا ايه اتنين بيضه والفانيليا، واضربهم لغايه ما اختلطوا مع بعض حلو. اجي هنا الدقيق، كوبايتين ونص الدقيق، عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره من الكركم، واقلبهم كلهم مع بعض كده. وانزلهم هنا كده. واسيبه يتعجن مع بعضه. واحط له بقى ايه شويه ميه، شويه لبن زي ما يعوز. الاول انا هقلبها كده واشوف هيعوز مني ايه، يعني المعلقتين اللي انا هحطهم دول يا لبن يا ميه. ماشي. وادي العجينه بتاعت البسكوت اللي بالكركم. ماشي، بسكوت بالكركم مغذي. تمام. ادي كده العجينه، ابدا افردها. لو عندك شكل الهلال هنعملها بيها كده. ماشي. يبقى الشكل ده.